السلام عليكم، كيف جاتك اليوم المقابله ديال اليوم؟ الحمد لله. السلام عليكم. مباراه في المستوى صراحه الله، يعني والمنافس ديالنا كان كرواتيا ماشي بالسهل، راه هو الوصيف ديال كاس العالم اللي فات، ونتمناو ان شاء الله المنتخب مع بلجيك يكون هو الفائز، وغنتأهلوا ان شاء الله ديما المغرب. شكرا. السلام عليكم، كيف جاتك المقابله ديال اليوم؟ المقابله ديال اليوم اخا مزيوناش، هما خصهم يكملوا شويه مع عندهم السلام، فهمت؟ هما ماشيين اخاودي، نتمناو المقابله الثانيه تكون شي حاجه مزيونه اخاودي. المقابله ديال اليوم كاينين شي ملاعبيه لعبوا، كاينين شي ملاعبيه اللي ما لعبوش مزيان، يعني ما كانوش في ماتش كندا غنربحوا ان شاء الله، وكنتمناو في ماتشات اللي مازيني يقدم شي اداء احسن من هذا. صراحه مقابله متواضعه، الاداء كان هزيل صراحه، ماشي هو اللي كنا كنتظروا. المنتخب الوطني لاعبين مخلوعين، سيري ما لعبش ما تمثل لاعب الكره شي ساعه عنده كان يقدر يخرج انفراد ما عمل والو، هاد بارديدو هادو خصهم يزيروا معنا ويلعبوا بالنفس، حنا هنا كنخسروا النفس ديالنا باش ما يعملوا شي حاجه، ماشي يبقاو عاملين هادو بارديدو اللي ماشي خصنا نغلبوا كندا، بعدا خصنا نغلبوا ضروري. اللاعبين بصراحه لعبوا مزيان في هاد البارديدو هذا، وراه مع الخصم راه كان تا هو راه كيفوز صعيب شويه، ولكن نطلبوا الله في الماتش اللي ماشي كلشي نتيجه مزيانه وان شاء الله، ونطلبوا الغول هادشي اللي كاين ان شاء الله. حماس شغف وترقب كبير، هكذا تابعت الجماهير المغربيه مواجهه المنتخب الوطني ونظيره الكرواتي، مواجهه انتهت كما بدات على واقع البياض، في انتظار ما ستجود به المواجهتين المقبلتين أمام كل من بلجيكا وكندا. محمد بن موسى، سفيان العشاب، طنجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.